ردود أفعال سريعة أبدتها قوى وأحزاب كردستانية حول قرار مكتب رئيس الوزراء نور المالكي بإغلاق مكتب ممثلية حكومة الإقليم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث لم يفاجئ هذا القرار ممثل الحكومة في بغداد محمد إحسان معتبرا تواجد مكتبه في العاصمة أمر قانوني وموجود في نماذج عديدة من الفيدرالية في العالم، خصوصا أن مهام وعمل الممثلية كان إداريا تنفيذيا بحتا ولم يكن سياسيا. كنا متوقعين الإجراء، وبالمناسبة القرار لم يصدر من أمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن إنما صدر من مكتب دولة رئيس الوزراء بناء على توجيه من رئيس الوزراء وليس مجلس الوزراء. عمل الممثلية ليس عمل سياسي، يمكن محمد إحسان شخص سياسي ويشتغل بالسياسة، ولكن كممثلية حكومة إقليم كردستان عملها ومهاماتها إدارية تنفيذية بحتة ولخدمة الحكومة الاتحادية ومؤسسات الدولة الاتحادية مع مؤسسات حكومة إقليم كردستان. وانتقد أعضاء في كتلة التغيير المعارضة هذا القرار واصفينه بأنه تطور سيء ومن شأنه تعميق الخلافات القائمة، معتبرينه قرارا باطلا ولا يستند على أي سند قانوني، بل إنه مجرد ضغط سياسي على حكومة الإقليم وبالأخص على الحزب الديمقراطي الكردستاني. غلق ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد على مبرر تحت مبرر عدم وجود سند قانوني لفتح ذلك الممثلية مبرر باطل، الغرض منه الضغط السياسي على الطرف الكردي وبالأخص حزب الديمقراطي الكردستاني، وإن ذلك من أعراض التشنجات الأخيرة التي جرت بين حزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. بقرار من مجلس الوزراء وفي عام 2006 بعد مرور بضعة أشهر على تشكيل حكومة المالكي الأولى، تم افتتاح مكتب لممثلية حكومة الإقليم في بغداد، وبعد مرور أكثر من 6 أعوام وبكتاب من مكتب رئيس الوزراء يطالب الأمانة العامة في المجلس بإغلاق هذا المكتب، الأمر الذي اعتبره المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في اتصال هاتفي مع الحرة بأنه إجراء إداري وجاء من أجل التقارب مع الإقليم وليس التباعد، غير أن نوابا عن التحالف الكردستاني اعتبره خطوة غير مدروسة وجاءت في توقيت غير صحيح. توقيت مو صحيح، يعني مهما يكون في هالوقت بالذات وفي هذا الجو حيث الإقليم يحاول أن يشكل مجلس خاص للمفاوضات مع بغداد، مفروض نتخذ خطوات لتهيئة الأجواء، لتهيئة أرضية، لتمهيد الجو لحوار جدية. هذه الخطوة لا تنسجم مع هكذا توجه، وأن لا أؤيد، أعتبر خطوة غير حكيمة والتوقيت غلط أيضا. ويتوقع المراقبون أن تساهم هذه الخطوة في تصعيد الموقف بين الجانبين، وأن تتخذ حكومة الإقليم إجراءات مماثلة كإغلاق المكاتب الرسمية للحكومة الاتحادية في الإقليم.